أجرى موقع الفن مقابلة مع المخرجة ريندا لقداح، وبداية حكينا عن أعمالها المقبلة. هلأ مسافرة كنت بتركيا، صورت كليب لفنان عراقي عايش بأمريكا اسمه أحمد القيسي، غنية رح نزلت أوريدي، غنية رائعة جدا، وراجعة رايحة هلأ بأوغست على تركيا، عندي موفي لبناني تركي بعدين بنحكي فيه، شيء كتير 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 كبير إنتاج تركي ونزل. أقول نشوفك كمان عم بتمثلي فيه. ما بتعرف. ممكن نزل الحمد لله بكل الصحافة التركية اسمي وكاتبين عني وعن هذا البروجي، وهيدي أول حدا مخرج عربي مخرجة بينكتب عنا بكل، بتعرف بتركيا صعب تفوت فالحمد لله كتير، وعندي كمان بروجيات بالعراق فعم بكون بين تركيا والعراق ولبنان. حلو، مستاهلة. بما أنه جبت سيرة تركيا، مين أكتر ممثل هيك بتتابعي بتركيا أو ممثلة؟ كلهم يعني، هي مش في حدا معين، انا بحبهم كلهم لانه كل مسلسل مختلف، كل حدا بتلاقيه جديد بيرجع بيطلع، يعني بحبوا الوجوه الجديده، كل مره بيطلع نجوم جديده لازم نحن نشتغل على هالموضوع. اي مسلسلات بتحبيها؟ هلا في كتير، ما كتير بحفظ التايتلز يعني، بحضر مقاطع منه مش كامل، ما عندي وقت، بس بتلاقي انا يعني براقب الممثلين الجداد اللي عم بيطلعوا، وجوه جديده مقنعين ما طبيعي شو هالقد ناتشرال على الكاميرا، لازم نحن كمان نعمل هيك. طيب عندك اليوم كليب لنجمه عربيه بدك تجيبي لها بطل تركي، مين بتختاري؟ بطل تركي، هلا انا بحب تركان الفنان. ممكن نجيب هلا ممثل في يازانش اسمه الاشقر، جان يمان. حلو هيدا، تفضلي على بوراك أوزجيفير، كلهم حلوين، ما في سمر وفي شقر، ما في عندك يعني، ما عندي حدا معين، بس انه كل واحد عنده كاريزما، هيدا الحلو فيهم، كاريزما وبيعلق عن المشاهد، ان كان بنات او بتحس البنات كتير طبيعيين والميك اب هن مختلفين كلهم يعني، شغلهم كتير حلو، فرح نعمل شيء كتير قوي هلا لبنان تركي. رح يتجدد التعاون بينك وبين الفنانة واليوتيوبر بسان اسماعيل؟ ما رجعنا يعني، ما كتير عنا التواصل أنا وياها، بس ما بعرف إذا هي موجودة بلبنان هلأ، صورنا كليب كتير حلو مهضوم، ما رجعت يمكن صورت شيء باستوديو أو يمكن ما كتير عم بتركز على كليب ككليب، بس إذا عندها شيء إيه ليش لأ. عزمتك على الخطبة؟ هي بدبي عملتها مش هون. أنا ما كنت هون، كنت بتركيا. رندا، لا أنا بدي أتشكرك وأتمنى لك كل التوفيق والنجاح، ورح تشوفوا شيء كتير حلو قريبا لإلي، ما بنحكي فيها هلا، يلا موافق، ما بقى كثير عم بقول الأشياء، بس تصير من بعد بس تصير بتحكي عنها، لأنه بتعمل هيك بروباغندا أكتر. ثانكيو لإلكم، ثانكيو حبيبي، ثانكيو. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفان.com، وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.